بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نموذج لكل رواية. هنا رواية صواع الملك، طبعا هذه صفحة دائما تتكرر، هنا هذه الأسطر تتكرر في كل صفحة. الصفحة هذه معمولة على إكسل، طبعا سمينا النموذج هاشتاج نقص سيناريوز، يعني نموذج السيناريو من القصة، يعني كأنه القصة موجودة. مثلا عزيز الزلزال أو رواية تذكرة إلى جهنم، بعدين هنا نشرح من اليسار هنا التايتل العناوين، رواية صواع الملك، ايش نقصد باي تايب توك. اذا النص مثلا في صواع الملك في مشاهد، ولو قلنا المشهد هنا حيكون مثلا اثنين، والموقع يكون في البيت عندما بدأت القصة. طبعا الأسماء المذكورة في القصة الصريحة هي يعقوب ويوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام أنبياء ويوسف. أما الأحد عشر كوكب في المشهد الأخير عندما سجدوا فذكر ثلاثة عشر شخصية، هنا تذكر الشخصيات، يعني الرؤية لما تحققت في المشهد الأخير كانت 13 شخصية، اللي هو الشمس يعقوب عليه السلام، والقمر أم يوسف عليه السلام، وهو الذي قال النص عندما قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق. فهنا صار ثلاثة، وإحدى عشر كوكبا إخوة يوسف، من بينهم شقيقه بنيامين. يوسف وشقيقه، هنا العلاقات، يعني مثلا هنا لو كتبنا يوسف عليه السلام فيبقى هنا شقيق يوسف كمان، فالعلاقة بينهم إنه شقيق. بالنسبة لأخوة يوسف 11 كوكبا ممكن يذكروا، هنا 11 كوكبا فيصير أخوة يوسف من الأب. فنجي هنا، الترقيم مهم جدا في الثلاثة خانات، في المشاهد والموقع والشخصيات. ممكن رواية صواع الملك تكون عدد من المشاهد لها أسماء وأرقام، لو ذكرنا الرقم هنا 02 يصير XI5502 يكون البيت، بعدين مشهد البئر، مشهد ثاني
بعدين مشهد المدينة وشراء يوسف عليه السلام اللي هو مشهد اشترى العزيز، دخلت شخصية العزيز وتدخل شخصية امرأة العزيز، ويدخل موقع البيت، يعني هنا مثلا موقع الشراء السوق، سوق النخاسة. طبعا القافلة لهم كلام، فيكون أصحاب القافلة الشخصيات، والإخوة مثلا في كلام لكبيرهم وكذا، فيكون كبيرهم الشخصيات، كبير الكواكب، كبير 10 كواكب مش 11 لأنه ما كان موجود شقيق يوسف بن يامين. فتكتب الشخصيات على المصاحبة للكلام. طبعا هنا نوع الكلام، فنوع الكلام الأول اللي هو ذكر على لسان البطل يوسف عليه السلام لما قص الرؤية القصص، فكان حوار. لكن الاجتماعات لما اجتمعوا في أكثر من واحد، سواء كلام الإخوة لما قالوا أكلهم الذئب وما الذئب، وتشاوروا اللي فيه مشاورات، يصير نوع الكلام كلام نعتبره مثلا كلام مجلس. إذا نوع الكلام إما حوار أو مجلس كونسل، مجلس كونسل. هنا يجي نوع الكلام عشان الكاتب يعرف أو يحدد. طبعا هنا ممكن نعطي كمان أرقام رقمين يعني. طبعا ممكن نستخدم الرقم اللي هنا مثلا 55، فنغير الأرقام هنا. طبعا الفايف يبقى، لو خليناها 5000 يعني الخمسة دي نغيرها 0، لأننا ما استخدمنا 0، فنقدر نستخدمه للشخصيات أو لكذا أو نوع الكلام. فلو استخدمنا 0 وبعدين هنا 2 أو نوع الكلام أو 0.4 يعني صارت، صار هو لنوع الحوار. بعدين نقدر نستخدم، لأنه استخدمنا 0 وعندنا مجال لأربعة بس ما عندنا الاثنين، فنستخدم ممكن 5 اللي هو المجلس، لأنه المجلس يبدأ من 3 إلى يعني التشاور من 3 إلى 9، فنحن نقدر نستخدم 5 على أساس 5 في حكم، يعني 5 للتصويت وللمشاورة رقم هام. يعني لو شاورنا 4، 2 قالوا هذا الرأي، 2 قالوا هذا الرأي، الخامس يفصل يختار. أنا أكتفي بهذا القدر من الشرح، وبعدين نكمل بعد ما نبدأ مشهد نعبي كل الأشياء دي وتبان أوضح. شكراً.